حقك هاي زواجي. عليك عليك ديو تكامل بين فنانين معروفين، شو أضاف لك وشو أضاف لسيف نبيل؟ يعني أنت شو أضفت له وشو أضفت له؟ هي دائما تكون إضافة متبادلة، يعني ما شاء الله سيف نبيل عنده جمهور عريض وكبير، كذلك أنا جمهوري، يعني هو راح إن شاء الله يأخذ من جمهوري وأخذ من جمهوره، وفي كلتا الحالتين هو تكامل، يعني الدويتو دائما يكون عمل متكامل، يعني في فنان يكمل الثاني. التعامل معاه كان جد راقي، جد بروفيشنال وسهل كذلك، يعني سهل علينا الأمور لا من ناحية التصوير ولا من ناحية العمل في الاستوديو، وهذا أظن راجع للروح الطيبة في الفنان، هذا اللي خلاه أكثر سهولة. فيديو مستوحى من الخيال، تحكي لي أكثر عن فكرة الفيديو. الفيديو من توقع أحمد المناجد، أول ما سمع الأغنية فكر كيف راح يحط سيف نبيل ودوزي في فيديو كليب، ونخرج من الطابع الكلاسيكي لفيديو كليب، لأن احنا كنا اشتغلنا على فيديو كليبات، لكن فيديو كليبات في الواقع. هو جاته فكرة قال لي ليش ما نكسر القاعدة ونذهب على الفيرتشوال، نذهب على الافتراضي وحلم وشوية من الخيال ويكون فاني وشوية كريزي. وحبيت الفكرة، اشتغلنا على الفكرة وما شاء الله ما شاء الله عليه أبدع في الفيديو كليب، وحتى يعني حتى الجو التصوير كان جو كتير يعني تلقائي وجو كتير مريح وسهل. دوزي السوشيال ميديا فتحت أبواب كتير، كيف تتعامل مع معجبينك على السوشيال ميديا؟ مع معجباتك أكتر؟ بترد شخصياً؟ بتواجه مشاكل؟ دايماً يعني نحاول دايماً يعني أعطي من وقت الجمهوري، لأن الجمهور يعني الفضل يرجع، نجاحاتنا ترجع للجمهور، فضلها يرجع للجمهور، فلازم نعطيهم من وقتنا، ولو نتكلم بعض المرات نشوف أراءهم، نشوف أراءهم بعد صدور الأغنية وحتى وقبل، بعض المرات في بعض المرات نعمل أسئلة ونتكلم مع الفانز الأقرب المتقربين اللي دائما حاضرين معنا، شو المواضيع، شو تحبوا في الأغنية الجاية، في البريفي يعني نتكلم في الخاص، ونستمع كثير آراء الجمهور، لأنه هو المستهلك، الجمهور هو المستهلك، فإحنا دائما لازم نكون عند حسن ظن الجمهور، لازم نقدم لهم أعمال في المستوى، فبعض المرات نكون أقرب، وهذا اللي خلى يعني هذا دور السوشيال ميديا، خلانا أقرب للجمهور. بالختام بدنا أغنية جاي على بالك تهديها لكل المتابعين، مقطع صغير من أغنية بتحبها، عراقية مغربية اللي بدك إياها، حتى لو عليك عليك. عليك عليك ممكن أنا نتحارب، عليك عليك نموت وما نسمح فيك، يلي قلبي في هواك انت داير، صار صعب عقلي فكري خليك. يسلم هالصوت وكل التوفيق، ثانك يو، شكرا.